بالظبط هم كل اللي مات في مدينة وادي النطرون بالكامل وليست قرية عفونة 14 واحد، لأن في ناس كتير من اللي اندرت في الأماكن اللي حضرتك شفتها وصورتها في مدينة وادي النطرون تحت مبنية مباني عشوائية غير مقننة عشوائية. ما هو يا فندم المباني العشوائية دي ما كانت تحت عينيكم وهي بتتبني، ما منعتوهاش ليه؟ ما المباني العشوائية دي اتبنت من فترات طويلة، تمام، اتبنت من فترات طويلة. وحضرتك كنت فين في الفترات الطويلة دي؟ أنا مستلم مدينة وادي النطرون من 3 شهور. أنا تمام. مستلم رئيس مدينة وادي النطرون من 3 شهور. ناس حضرتك اللي هي نايمة في الجامع، الناس اللي مش لاقي مكان تنام فيه. إحنا ما عندناش أي حد نايم في الجامع. الناس اللي عندنا المتواجدة، أنا ساكن 17 أسرة لغاية النهاردة. تمام. وفي النهاردة دخلت 3 أسر يبقى 20، وعندي أسرتين بس موجودين في المستشفى اليوم الواحد من عفونة، كانوا عندي في المكتب حاليا وحضرتك شفتهم وانت نازل. تمام. كانوا جايين، احنا عرضنا عليهم السكن بتاعهم موجود، انا عرضت عليهم نسكنهم النهارده، فالدكتور اللي هو مدير المستشفى قال لي سيبهم شويه لما يستكملوا علاجهم، واحنا صرفنا لهم مبالغ ماليه النهارده. انا صرفت لهم مبالغ ماليه النهارده كام؟ من متبرعين، اعطيتهم 5000 جنيه للاسرتين النهارده. تمام. دي حاجه كده يعني مساعده لهم بس. تمام. بجانب ان احنا اعطي لهم الفرشه واعطي لهم كل شيء، والسكن بتاعهم متوفر وهم شايفينه، لكن الدكتور اللي هو مدير المستشفى هناك فضل ان هم يستمروا فتره هناك لغايه ما يستكملوا العلاج بتاعهم. طب انت حضرتك دلوقتي بتقول لي في 20 شقه ل 20 اسره. ايوه. طب عفونه دي لوحدها فيها 150 اسره. عفونه ديت الاسرتين اللي انا بنقول لحضرتك عليهم دول من عفونه. عفونه ديت اهالي من كفر الشيخ، من دسوق، من الغربيه، من الاماكن دي. الناس الاهالي بتاعتهم لما احنا طلعنا الناس الصبح، الاهالي اهاليهم خدوهم بعربيات وراحوا بلادهم. تمام. في منهم اللي بيته سليم قاعد زي ما هو، واحنا النهارده كنا عندهم وبداوا يشتغلوا حياتهم الطبيعيه خالص. طيب يعني كلام حضرتك كلام عظيم جدا، لكن انا لما صورت مع الاهالي النهارده بالنهار هنا في وادي النطرون قالوا لي احنا ولا شفنا مسؤولين ولا حد اهتم بينا ولا حد عبرنا، واحنا نايمين في الجامع وبيوتنا مهدوده والعفش مرمي في الشارع، او انا بنفسي صورت مراتب في الشارع وعفش في الشارع وصورت بيت محروق. يعني ازاي الناس بتقول كده وازاي حضرتك بتقول لي على كل المجهودات دي؟ احنا طبعا اللي عندنا مدار في وادي مدينه وادي النطرون حوالي 50 بيت. مدينه وادي النطرون تختلف عن قريه العفون. مدينه وادي النطرون الناس هنا لها اهالي ولها اخوات ولها اباء يعني، فاللي بيته مضرور بيسكن عند ابوه بصفه مؤقته، اذا ما لجاش لنا بصفه مؤقته لغايه بيته ما يتظبط. اللي بيته النهار دوت هيتعوض بايه؟ ما هو اللي بيته النهار في احنا عارضين عندنا شقق حاليا، عندنا شقق حاليا عارضنا الناس تسكن مؤقت فيه، حتى في تعليمات من السيد الوزير المحافظ احنا عندنا 816 وحده سكنيه لسه جاري العمل بيهم ولم يتم الانتهاء منهم، وهو النهارده معالي المحافظ اعطانا تعليمات نفتحوا الشقق ديت لو في قد اي حد او اي اسره عايزه تسكن فيها لغايه ما نجهزوا البيت او تعدي الازمه ديت، احنا ما عنديش اي مشكله. والمساكن يعني اللي عايز شقه يجي يتفضل لحضرتك بصفة هنا بصفه مؤقته لغايه بيته ما يتجهز، وهيتجهز بالتعويضات اللي انتوا هتصرفوها له، بالتعويضات اللي احنا هنصرفها له بصفه مؤقته لغايه بيته ما يتجهز، ما عندناش اي مشكله، ومعانا تعليمات من المحافظ بكده. تمام. وعندنا لجنه كامله قاعده هنا موجوده في المجلس برئاسة برضه نائب رئيس مدينة، لأي واحد عايز يسكن بصفة مؤقتة إحنا ما عندناش أي مشكلة. ألف شكر لحضرتك مهندس صلاح مسعود رئيس مجلس مدينة وادي النطرون. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا.